كل صالون بياخذ منتجات كوزمتيكا عنده تريننج انعمل في شهادات معطيها، فعم تقدم الخدمه بالشكل السليم. فمن هون بيجي ارضاء العميل هو الاساس تبعنا. بس كان في عندي بداخلي شعور انا لازم افوت باداره الاعمال، فاجتني هاي الفرصه بالامارات، فتركت وظيفه الدوله وجيت على الامارات لانه عندي طموح انه اقوم باداره الاعمال ببزنس خاص لي. اهل العزم بد وحضر كانوا على غيص وسير، ناس يشذبها الظهر والطيب يجسونه بطيب. واجهنا عدة صعوبات وعدة مشاكل نحن، بس بفضل المثابرة والجهد والمتابعة والرصانة بالعمل وخدمة المستهلك قدرنا نحقق نجاحات. في العصب أصبح له مقر ويضخ من حال. أسعارنا مناسبة للجميع، عندنا أسعار بتناسب كل الطبقات، وعندنا خدمة العملاء نحن كالدليفري وتسليم البضاعة وتوفير المنتجات، هيدا الأساس تبعنا. فنحن ككوزمتيكا على طول لنا حصة بهالأمور، عم نزور المعارض وعم نقابل الشركات والمصانع لنجيب الأفضل المنتجات وصيحات الموضة بما يخص الجمال والتجميل لدولة الإمارات بشكل خاص للخليج بشكل عام. تاجن الثيب وأهل الهمم فخر العصر ما حالهم حال عطيب. نحن لازم نشكر دولة الإمارات وحكامها وحكومة على الأمن والأمان الموجود بهذه الدولة، وعلى السهولة التعاطي بالمجال الاقتصادي من خلال الحكومة الإلكترونية وغيرها من التسهيلات. الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا لآلة الاتحاد. دائما عودناكم على استضافة شخصيات استطاعت النجاح من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. معنا اليوم السيد علي هاشم، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك. بداية مرحب فيك في برنامجنا لآلة الاتحاد، يعني دائما ما استضفنا شخصيات للحديث عن قصص نجاح ابتدأت من داخل دولة الإمارات. دعنا من البداية نتحدث عن السيد علي هاشم وبداياته من داخل دولة الإمارات. أول شيء أهلا وسهلا فيكم وشكرا مع اختياركم إلي اليوم بهالحلقة. أنا فعليا جيت على دولة الإمارات سنة 2001. ومن 2001 بدأت الشغل بإحدى الشركات الكبرى بمواد التجميل كمشرف مبيعات، وتطورت داخل هذه الشركة لمدة 9 سنوات لحد ما صرت مدير عام بهذه الشركة. وابتداء من 2010 بدأنا بشركة كوزمتيكا
ومن خلال 2010 لغاية اليوم هذه 8 سنوات وصلنا اللي نحن وصلنا له والنجاح اللي حققناه. حدثنا يعني كيف افتتحت مشروعك الخاص وابتدأت؟ أنا إذا برجعك لقبل ما أجي على دولة الإمارات بال 1999 وقت ما تخرجت من الجامعة وكان اختصاصي الشؤون المالية وتوظفت بوزارة المالية ببيروت واشتغلت حوالي السنة ونص، بس كان في عندي بداخلي شعور أنا لازم أفوت بإدارة الأعمال، فأجتني هاي الفرصة بالإمارات فتركت وظيفة الدولة وجيت على الإمارات لأنه عندي طموح أنه أقوم بإدارة الأعمال ببزنس خاص لإلي. فكان الطموح من بداية الأمر أنه حأوصل لمكان أفتح شركة خاصة فيي، فاجتهدت وسبرت خلال 9 سنوات لحين 2010 قمنا بالبزنس تبعنا. وما بخفى عليك يا أمر واجهنا عدة صعوبات وعدة مشاكل نحن، بس بفضل المثابرة والجهد والمتابعة والرصانة بالعمل وخدمة المستهلك قدرنا نحقق نجاحات ونستمر رغم هاي الصعوبات اللي بالأسواق العربية بشكل عام، قدرنا مستمرين ومن أوائل الشركات على صعيد الخليج. دائما يعني ما يخيل للأشخاص بأن موضوع المواد التجميلية هو موضوع سهل، لكن في الحقيقة يتواجد رقابة عالية جدا على المواد التجميلية. حدثنا قليلا عن هذا الموضوع. شوف، في بداية 2010 يعني واجهنا عدة صعوبات كون لتأسس الشغل وتبدأ فيه وتوصل لمرحلة معينة. ما بخفى عليك في أمور كتير بتقومي فيها، مشاركة بالمعارض خارج الدولة بإيطاليا بأمريكا بإسبانيا، قمنا بعدة جولات لقدرنا نستحصل على ماركات عالمية تناسب الدول الخليج وبشكل خاص دولة الإمارات العربية المتحدة. فعملنا كتير جهد وكتير أبحاث لاخترنا المنتجات الموجودة داخل كوزمتيكا اليوم. أخذ معنا يمكن 3 سنين و4 سنين شغل لقدرنا اعتمدنا الأصناف اللي ممكن تستمر معنا. فهيدا الشغل أخذ كتير وقت منا، ولو ما اخترنا الصح ما كنا اليوم مستمرين وعنا إرضاء للمستهلكين بشكل عام جدا كتير منيح. دعنا نتحدث عن كوزماتيكا بشكل خاص وعن أبرز العلامات التجارية المتواجدة داخلها وأيضا المواد التجميلية. نحن بكوزماتيكا موجود كل شيء بيختص بالمواد التجميل، العناية للإمرأة والرجل. اليوم اختلف المفهوم، ما بقى بس للإمرأة، صار الرجل كمان له حصة جيدة بمواد التجميل. فعنا للشعر عدة أصناف موجودة، منهم براند اسمه لكمي إسباني، منهم الأرجي أمريكي، منهم الفانتازي لوك إيطالي، وبإضافة إلى أخرى. عنا بالنسبة للنيلز اللي هو المانيكير والبيديكير والأظافر، عنا جيسيكا براند أمريكي عالمي، عنا الباراسبا أيضا براند أمريكي، وعنا للسكين كير في شيء اليوم مستحضر جديد من سويسرا اسمه الميديكا سويس، كمان يعنى بالعناية بالجمال والحفاظ على البشرة. بلاس عنا الفرنيتشر، كل شيء مستحضرات للأكسسوارات للمواد التجميل للصالونات موجودة عنا براندات إيطالية، وعنا السشوارات والفرات للشعر براند مايسترو براند عالمي، وعنا الماجنوم كمان، بالإضافة لعدة أمور اللي ما بتخلص. حكينا من هون لبعد ساعتين ممكن ما خلص المواد الموجودة عندنا. يعني أصبحت شركة كوزماتيكا تحظى بثقة عالية جدا من المحيطين بها وأيضا من يعني أسماء معروفة، حدثنا كيف استطاعت كسب هذه الثقة؟ شوفي، إذا نحن اليوم نرجع لل 2010 البداية وتاريخ اليوم، اعتمدنا كتير سياسة خدمة العملاء، بالإضافة عندنا قسم تدريب، يعني كل الموجودين بصالونات التجميل اليوم نحرص دائما كل منتج بيشتروه من عنا ككوزماتيكا نحن انه نقوم بتدريب هالموظفين ونعطيهم الخدمه الراقيه بشكل يقدموا الخدمه للزبون بشكل على مستوى يليق بهالزبون. فكل صالون بياخذ منتجات كوزماتيكا عنده تريننج انعمل، في شهادات معطيها، فعم تقدم الخدمه بالشكل السليم. فمن هون بيجي ارضاء العميل هو الاساس تبعنا، وزائد عندنا اسعارنا مناسبه للجميع، عندنا اسعار بتناسب كل الطبقات، وعندنا خدمه العملاء نحن كالدليفري وتسليم البضاعه وتوفير المنتجات، هذا الاساس تبعنا. فمشان هيك بشكل عام صار موجود عند الكل والكل راضي عن المنتجات. يعني دائما تطرأ تغيرات جديده وصيحات جديده في عالم التجميل وعالم الموضه، كيف دائما يكون السيد علي قادر على مواكبه هذه التطورات؟ شوف، نحن كل سنة بيصير في معارض على صعيد العالم، حوالي 6-7 معارض. هدول 6-7 معارض نحن على طول موجودين فيهم،
لنراقب شو في مستحضرات جديدة إن كان بأمريكا أو بإيطاليا أو بهونغ كونغ أو بروسيا أو عدة دول عالمية. فنحن ككوزماتيكا عطول إلنا حصة بهالأمور، عم نزور المعارض وعم نقابل الشركات والمصانع لنجيب الأفضل المنتجات وصيحات الموضة بما يخص الجمال والتجميل لدولة الإمارات بشكل خاص للخليج بشكل عام. دائما دولة الإمارات تشهد تنافس عالي على جميع الأصعدة، وخاصة يعني مجال المواد التجميلية. كيف استطعت يعني أن تستمر وأن تحظى بهذا الاسم المميز؟ يعني لو توجه لنا نصيحة عن هذا الموضوع. إحنا أهم شيء كان اعتمادنا على المصداقية وعلى المتابعة مع زبون والخدمة وتقديم التدريب بشكل سليم، وكنا مثابرين وما زلنا مثابرين ومتابعين كل شيء في جديد بالعالم وعم نقدمه للزبون بالشكل السليم. يعني سيد علي، حضرتك شخصية طموحة، استطعت يعني أن تبتدئ من الصفر واليوم أصبحت اسم مميز ومعروف. حدثنا يعني من كانوا الداعمين الأساسيين للسيد علي في مسيرته؟ كان الداعم الأساسي هو رضا الله ورضا الوالدين، ولا شك زوجتي كان لها كثير دور بوجودها ووقفة حدي، والشركاء اللي كانوا معي نحن سوا مشينا واعتمدنا على بعض وما زلنا مع بعض والامور كتر خير الله تعالى. حدثنا عن ابرز الخطط المستقبليه لكوزماتيكا، بالتاكيد متمثله بحضرتك وايضا بالقائمين عليه. نحن هلا بالوقت الحالي موجودين بالامارات، بكل الامارات بفروع لكوزماتيكا، وموجودين بالبحرين، بالاضافه بالسعوديه وبقطر وبالكويت عندنا وكلاء لنا، وان شاء الله بالسنوات الجايه حنكون موجودين فعليا على صعيد الخليج بشكل عام، وحيكون في لنا تواجد بلبنان من هون لسنه 2020. يعني سيد علي، كل من يتواجد على اراضي دوله الامارات يشعر دائما بالفخر لكونه خلف قياده حكيمه، وحكام وشيوخ دوله الامارات دائما يعني يقدمون الدعم لكل من يتواجد على اراضي هذه الدوله. ما الكلمه التي تود ان توجهها الى قاده هذه الدوله؟ بالحقيقة واللي هو الأساس، نحن لازم نشكر دولة الإمارات وحكامها وحكومة على الأمن والأمان الموجود بهاي الدولة، وعلى سهولة التعاطي بالمجال الاقتصادي من خلال الحكومة الإلكترونية وغيرها من التسهيلات، هي اللي إلها بتشكل أساس كبير على نجاح أي مستثمر وأي رجل أعمال وأي شركة طموحة. فبدي أتشكر الحكومة والشعب، وبدي ألفت نظر هون شغلة إنه قديش إلنا بدولة الإمارات من 2000 لتاريخ اليوم ولا مرة شاف تميز، بالعكس كان ما في تميز بين المواطن أو الوافد، كلنا أهل، وهيدي متمنيها تكون موجودة بغير دول وتكون نموذج للدول التانية. وألف شكر لك وللفريق العمل، وأهلا وسهلا فيك. وأنا بدوري أيضا أحييك سيد علي لكونك اليوم معنا ضيف شرف ضمن حلقات لآلة الاتحاد. يعني أنت إنسان طموح، استطعت النجاح، ونتمنى دائما التوفيق لك وأيضا لكوزماتيكا. شكرا لك جزيل الشكر. أهلا وسهلا فيك وشرفتونا. أعزائي المشاهدين، كانت هذه نهاية حلقتنا اليوم، شكرا لكم.